مرتبك بيكفيك قد ايه؟ بيوصل معاك لنص الشهر؟ والاسعار اخبارها ايه؟ كالت القرشين اللي كنت محوشهم على جنب؟ سنه كانت صعبه على الكل، محدش ينكر، بس الحكومه بتقولك ما تقلقش، في زياده جديده في المرتبات سنه 2023. فهل فعلا ميعادها في يناير وبنسبه قد ايه؟ خليك معانا بالفيديو ده هنقولك كل التفاصيل. خلال الساعات الأخيرة ظهرت أخبار إن في زيادة جديدة بمرتبات الحكومة في شهر يناير اللي جاي. هو الحقيقة في زيادة، لكن حسب قانون الخدمة المدنية العلاوة الدورية للموظفين بتبقى في شهر 7 من كل سنة، ونصت المادة 37 من القانون على إن كل موظف يستحق علاوة دورية سنوية بتاريخ 1 يوليو، وده بعد مرور سنة من تاريخ التوظيف أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وقيمة العلاوة بتبقى بنسبة 7% من الأجر الوظيفي مع إعادة النظر في النسبة دي بصفة دورية منتظمة. وعلى فكرة الحكومة، وعلشان الظروف الاستثنائية اللي بنعيشها، بدل ما تصرف العلاوة الدورية في يوليو 2022 قدمت ميعاد صرفها لمرتب إبريل 2022. فهل تفتكروا ممكن تاخد نفس القرار في 2023؟ وعلشان تبقى عارف، في علاوات تانية غير العلاوة الدورية، والمادة 38 من نفس القانون منحت الحكومة الحق في منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وده بعد تطبيق مجموعة من الشروط، أهمها إن الموظف الواحد ليه علاوة وتشجيعية مرة واحدة بس كل 3 سنين، وما ينفعش يزيد عدد الموظفين اللي هيقبضوا العلاوة دي في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في كل مستوى من كل مجموعة نوعية. أما بقى لو خدت مؤهل أعلى أثناء شغلك، فمن حقك تاخد حاجة اسمها حافز تميز علمي، وده بتقبضه لو حصلت على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو أخدت دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل واحدة سنة دراسية على الأقل، ولو خدت درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ليك علاوة تميز تانية. وقيمة الحافز بتبقى 25 جنيه شهري لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، أو 50 جنيه شهرياً لمن يحصل على مؤهل عالي، أو 75 جنيه شهرياً لمن يحصل على دبلومة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل، أو 100 جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الماجستير، أو 200 جنيه شهرياً لمن يحصل على درجة الدكتوراه. ما تقلقش، العلاوات دي ملهاش علاقة بعلاوة غلاء المعيشة. أما بقى لو أنت شغال في القطاع الخاص، فلسه المجلس القومي للأجور ما طلعش قرار بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3000 جنيه زي ما حصل مع موظفين الحكومة. وحسب نقابة العاملين في القطاع الخاص، في 25 مليون عامل بيعانوا بسبب تأخر إقرار الحد الأدنى بالقطاع الخاص، خصوصا مع الزيادات المتكررة في أسعار السلع الغذائية والخدمات. والمفروض إن تطبيق القرار يحصل في يناير اللي جاي، بس لغاية دلوقتي لسه مفيش تأكيد، لكن نتمنى إن ده يحصل. علشان كده محتاجين نعرف رأيكم، وسواء كنتم شغالين في الحكومة أو في القطاع الخاص، شايفين المرتبات محتاجة زيادة قد إيه؟